كل الأوضاع بتعرفوها القهرية اللي عايش فيها مجلس المدينة، الخدمات اللي قدمها تعتبر يعني قياسية قياسا مع الواقع ومع المعطيات أو حتى مع الهبات اللي حصل عليها مجلس المدينة. الشباب حاولوا إنه يكتبوا يعني مختصر عن ما قام به مجلس المدينة ضمن الكتابة المنشورة على عن مكتب التحكيم. الإنجازات والنشاطات الأساسية للمجلس تلخصت بما يلي: إعداد مشروع لائحة داخلية للمجلس المحلي في مدينة حلب ومجالس الأحياء قام به المكتب القانوني. أما مكتب الإدارة المحلية تلخص عمله بتمحيص 657 متر مكعب تقريبا من الكمامة بشكل يومي في مدينة حلب المحررة، وقام بتركيب مكبات صغيرة في صلاح التأمين وباب المنزلين الجلاسة وأهله، وأيضا من تركيب المكب الرئيسي في جسر الحاج. تمت معالجة 85% من شكاوي المياه والصرف الصحي الواردة إلى المجلس، وتم إصلاح الخطوط الرئيسية مثل قطر واقع قطر المياه في أحياء الإنذارات والدوار الإدارية وساكن حنانه مع تكميلها بالقصف من قبل النظام. أطلق مجلس مدينة حلب حملة صاميون التي عملت على رش المبيدات بشكل جزئي وكافة وعمل أيضا على مكافحة الطوارئ وترحيل الأدوية والنفايات من المكبات المتوسطة، وتم ترحيل هياكل السيارات المدمرة وفتح بعض الطرق. تم تأمين 30 آلية ثقيلة وتفعيل دور الرحمة لإجراء الصيانات ذاتيا. قام مجلس المدينة بإقرار مشروع مطار صغيرة وتنظيم بث الموقع في قطاع حلب القديمة، زيادة تخفيف صيانة الكهرباء من 30% إلى 70% في مدينة حلب، حاليا للأسف ما عم نشوف الكهرباء على الإطلاق. صيانة مرور محطة جسر الحج في الخطة، أعتقد إنه كانت هي سابقة في مجلس المدينة، إنه كانت إعادة تخفيف مناطق السكري، بعض مناطق السكري وليس أغلبها، والفردوس عبر إعادة وضع محطة جسر الحج في الخدمة. قام المجلس باستنباط يعني حاول انه يجعل مشاريع صغيرة توفر لمجالس الأحياء مبالغ مالية وكهرباء بذات الوقت عبر تأمين والدة لتلك الفئة لحي بلو لتخديم وضخ المياه والمنطقة في الحي. تطوير آلية توزيع معونات الإغاثية لتكون أكثر عدلاً بالاعتماد على نسبة السكان والتنسيق مع الجمعيات العاملة على الأرض والقيام بمسوحات واستبيانات دورية. القيام بمشروع شحن مكونة من 6